عليكم، اهلا بكم مع ليمن في قناه حلويات واطباق ليمن. اذا اليوم وجدت لكم واحد الطبق، واش نقول لكم؟ روعه روعه، يعني كيما الاعراس. يعني هذا طبق شوفلوغ فارسي بلا فيون داشي باللحم المرحي، ودرت له هكذا لينوايوتي، يعني طبق هايل. جربوه، غير جربوه، هايل هايل. اذا نتمنى لكم يعني فرجه ممتعه، اروحوا تشوفوا كيفاش يعني هذه الوصفه. تحياتي للجدد اللي دخلوا معايا، اللي دعموني في لهنا في الجزائر، في الولايات العربيه، في اوروبا، في البلدان الاوروبيه. يعني نديركم كامل، يعني نشكركم كامل اللي دعموني. اذا ابوني وحلويات واطباق ليمن، والدعم والاشتراك، شكرا. اذا هنا واش حطيت؟ حطيت لي نوايو تاعي هكذا، وحطيت اذا هنا حطيت لي نوايو تاعي، وحطيت البصل، لا طوماط هنا حسب الحاجه، ودرت لاصوص طوماط ثاني، ودرت لي زيبيس، فلفل اسود، شويه تاع الفلفل العكري. اذا ونقوم بهذه العمليه، لازم نخلطوها هكذا تخي تخي بيان، حتى يتقلى هنا تخي بيان. لهنا راني ندير في نغلي في الشوفلور تاعي، كي نغليه من بعد نديرو نرحيه. اذا نصفيه بيان سور من الماء كامل ونرحيوه، وندلق نوريكم الطريقه كيفاش. اوكي هاتو تعلق. اذا ما لازمش نغفل عليه، لازم نحركو تخي تخي بيان هكذا، لازم نحركو. واحد الطبق ندير لكم، واحد الطبق هايل هايل. اذا هنا نمرق بالماء السخون هكذا، اذا نمرق بالماء، اذا نخلط تخي تخي بيان ونخليه يغلي ونرجع لكم. اوكي اذا هنا نجيب الشوفلور تاعي، اذا نرحيه لهنا بلا فورشيت. شوفوا لهنا فقط، ما تخليوش الشوفلور تاعكم يطيب حتى يعني فوالا. اذا نرحيه، اذا نكمل هذه العمليه الشوفلور تاعنا. ندير لكم واحد الطبق يعني باذن الله هايل هايل بالطبق ان شاء الله. اذا انا نكمل نرحي الشوفلور تاعي ونرجع لكم. اذا شوفوا كيفاش نرحيوها كامل، نرحيتها كامل كيما لا بيوري، كيما البطاطا المرحيه فوالا. اذا هنا شوفوا الشوفلور تاعي راهو خلاص فارسيتو. لهنا عندي لا كونتيتي تاع لا فيون داشي، لهنا حسب يعني الرغبه، عندي حسب اللي موجود في الدار. اذا ندير لا فيون داشي تاعي هكذا، ندير البصل تاعي نصف بصله وثوم هكذا، ندير كلش يعني على ضربه هكذا. بالنسبه للتوابل، التوابل عندي ملح، فلفل اسود، وكركم. اذا اذا ندير التوابل كامل. اذا واش ندير؟ كيما دورما، اذا نديرهم كامل هكذا، نحيهم تخي بيان، ندخلو كامل، ندخل الشوفلور تاعي في لي زيبيس كامل. اذا ندخلهم كامل هكذا ونرجع لكم. اوكي اذا هنا عندي المعدنوس اللي قطعته، اللي غسلته قصير، عفوا اللي قطعته صغير. اذا نضيفو الريسيبيون تاعي هكذا، عبالكم معدنوس يشبح ويعطي البنة للطبق تاعنا. اذا ونخلط كامل، ندخله كامل هكذا في الشوفلور تاعي، ولا فيون داشي، اللحم المرحي، يعني والمكونات اللي درتهم، والبصل والثوم والزيبيس كامل. اذا انا نديرو كامل هكذا ونرجع لكم. اوكي اذا هنا عندي عظمة نزيدها للطبق تاعي فوالا، ونخلطها كامل، ندخلها ندخل العظمة تاعي في الحشو تاعي، في القص تاعي هكذا. يعني هاد العظمة هي اللي تخلي هاد القص يتماسك كي نديروها ديبيات تماسك. اوكي نرجع لكم. اذا هنا عندي الزيت، ندير لا كونتيتي تاع الزيت بيان سور هكذا، نسخنو بيان. اذا ندير كمية من الزيت، حوالي هكذا كاس معمر من الزيت. اذا نخليه يسخن.
اذا لهنا شوفوا دلوق نبدا ندير لي بوله تاعي هكذا. شوفوا كيفاش كاين عليه الاوغاز كيفاش نديرو. اذا بسم الله نجيب الكميه هكذا. لهنا لي بوله تحبوا ديروهم صغار تحبوا ديروهم كبار هكذا كما تحبوا، يعني على حسب يعني افراد العائله. نحاول نديرهم هكذا كرات ونكمل ونعاود نرجع لكم. اوكي اذا هنا درتهم دي بولات فوالا. دوق انا سخنت زيت تاعي نروح نقليهم. اروحوا معايا. اذا دوق نبدا ندير في لي بولات تاعي. اذا روحوا بالعقل فقط هكذا فقط. اذا نديرهم كامل نقليهم نعاود نرجع لكم. اوكي اذا لهنا نقلبهم. شوفوا كيفاش نطيبهم. اذا سيو طوبهم يعني بيان دوغي الطرف نقلبهم نعاود نرجع لكم. اوكي دائما معكم ابوني وحلويات واطفالين. اذا هنا نجيب شويه تاع لافارين فوالا هكا. اذا نجيب البوله تاعي طردون. اذا هنا نجيب نغمسهم هكذا في لافارين. عبركم علاش كي نقليوهم باغ اكزومبل ما يديروش ما يديركمش في المقلات ما يحلكمش في المقلات هكذا، يعني يحكموا لافاغ نتاعها هكذا. اذا نديرها في لافار هكذا ونكمل الكميه هذه. اوكي اذا شوفوا كيفاش يعني نخليو المرق تاعنا يعني تخفر شويه. نحتاجوها صوص يعني ماشي صوص خطره شويه. اذا دوق خلاص طيبت البوله تاعي كيفاش نشوفوا كيفاش يعني جاوا بيان طوغي. اذا نرميهم هنا نديرهم في لاصوص. بسم الله بالعقل فقط هكذا. شوفوا كيفاش طابوا ما شاء الله هكذا. اذا انا نديرهم كامل ونعاود نرجع لكم وتلقوا في طبق تقديم. اوكي شوفوا الطبق تاعي كيفاش يطيب ما شاء الله روعه. فوالا لهنا خليوه هكذا ابتي فو نار متوسطه. خليو يعني البوله تاعكم يعني تهبط شويه لاصوص، يعني ما تكونش يعني لازم ما تكونش يعني لاصوص يعني معمره بزاف لاصوص هكذا باش يعني تجي الطبق هايل. ابوني وحلويات واطباق ليمن هنا من الجزائر تحديدا من بجايه. نحييكم. اوكي والرائحة ما نقولكمش روعة. طب طب طب.